سبحان الله العقل البشري هو مخلوق على ان هو الجو اللي حواليه يبتدي يتلبس المشاعر بتاعته او يحس بيها او يبقى زيها. العقل البشري بيتأثر بالحياة اللي حواليه. فانا لو قاعد في بيتي لوحدي حزين، عندي ابتلاء، فقدت حد عزيز عليا، ظروف الكورونا دي خلتني افقد شغلي، اي حاجه من الابتلاءات دي، وحصل ان جاري جه خبط عليا، كل سنه وانت طيب، ولا يعني ناس قرايبي جم وجابوا اولادهم عشان يزوروني، كل سنه وانت طيبه. سبحان الله انا بشكل لا واعي بتبتدي المشاعر الايجابيه دي تظهر عندي، تبتدي الهرمونز دي تتفرز، فيبتدي تزاحم المشاعر السلبيه اللي كانت عندي، فيبتدي بحس بنوع من انواع الفرحه. ده من لطف ربنا وكرمه وفضله علينا، ان احنا طول ايام السنه عندنا الموسمين دول عشان لما يجوا يخرجونا بره مشاعر الابتلاء او الوجع اللي احنا فيها. فسبحان الله، يعني ان هو خلق لنا او ان هو نزل لنا موسمين زي عيد الاضحى وعيد الفطر اللي احنا نحاول بيهم ان احنا نكمل في حياتنا، لان مش بس ان انا في الوقت ده وقت العيد وبعد كده بعد العيد هرجع تاني، لا، هو انا خلاص اوريدي او فعلا الهرمونز اللي اتفرزت دي هي اثرت فيا فغيرت طريقه تفكيري شويه.